خبيت ابوك. اي جابك دلوق الله يكون في حد وراك يا فقري. مش حد اقعد. قول لي هربت ازاي؟ زي الناس. انا اهم حاجه عندي حق ابويا بس. حق ابوك؟ ابوك هتجيبه ازاي حق جدتي؟ هتجيب الحق ازاي حق ابوك هتجيبه؟ اسمع بس، انا دلوق محتاج سلاح. طب ما انت كده هيموتوه. طب ما انا كده ميت وكده ميت، اقعد ليه؟ اعيش ليه في الدنيا دي؟ اجيب حق ابوي وبعد كده اموت؟ اموت انا واخد حق ابوي؟ الله يا رب. طب عايز ايه يا ولد عم دلوق؟ عايز ايه؟ عاوز سلاح. عاوز سلاح انزل اقعد تجيبها لي افرفره. سلاح؟ السلاح بفلوس. فلوس؟ السلاح بفلوس يا ولد عمي. واحنا دلوقتي الحال على الكد. خلصاني. ابوي زمان كان مدينا عماره داسسها في شجره. تعال نوصل نجيبوها وتصرف لي في السلاح. تعالي. طب استنى. طيب السياره يا راجل. سيارتي يا راجل. يا راجل روح. بس هم دول الشجره. ايه في يا ولد عمي؟ واحد اثنين ثلاثه. هتعد ايه يا ولد عمي؟ انت تهوس يا عم. اقعد ساكت. 4 5 6 7 8 9 هي دي. هي دي اللي فيها اللي قال عليه ابوي. هتجيب لنا بلح ولا ايه؟ بلح يا بس. تعال يا طيب. تعال بس خليني وراك لغايه لما اشوف اخره. هي دي ابوي. يا ولد عمي فيها شي بلح؟ يا عمي بلح هي. ابوي قال لي ده فيها حاجه بس سالك لما تحتاجي اطلع الشجره وهتفهم. هتخليك اغنى واحد. انا دروك محتاج سلاح يا ابوي. ده انا عمي عمره ما قال زي ده. شغالين لنا 10 سنين هنا تحت النخل. اسمع بس واسكت. 10 سنين. بص يا هي هي ده ولد عمي. ارمي ارمي. واي واي واي. هي دي. يبقى هو دي اللي قال عليه ابوي. اصار. اسمع دلوقتي ما يهمنيش انا اي حاجه. اهم حاجه اللي يهمني سلاح وبس. اسمع اتصرف لي في داي وقت لحته السلاح وتعال هنا بسرعه قبل ما حد يبلغ علي. بتضحك عليا؟ اصار انت شغال لي 10 سنين تحتيه. كي يا عم سايب الاصار فوق النخله؟ كي كي ده. اسمع اتصرف لي فيها. تعال لي بسرعه. روح يا ولد عمي. تعال بص وشوف الجديد كله مع ابو الحسن هني. عملت ايه يا فجري؟ عملت ايه؟ خلص الجديد اهو. انت جامده ده. بس اقول لك ابو الحسن ما يعرفش حاجه، ولا انا شفتك ولا انت شفتني. امين. خلصانه يا ولد عمي. وباقي ال لا ما انا مش اسالك عليها. ده خليه ليك وعيالك. ماشي. اتجوزوني يا ولد عمي. كل شويه ولا بمتين الكلب سدوها. والله ما عكش حد هنا لموته. اها بقيت حاجه جديده ده عليها عبده. ما انت متعود كل اللي يقف قدامك تقتله. وانت اللي طلعه. ابعد عني. ارجع اللي اقتله. ارجع بدل ما اخليك تموت. ارجع عبده. فاكر فاكر زمان لما كنت اقول لك نعيش في سلام تغدر بابوي؟ طب انا يا ذنب انت قتلت لي ابويا وانا قتلت لك ابوك بس على كده يا عبده؟ ومين اللي اترمى في السجن؟ ومين اللي قعد 25 سنة مرمي ولا 4 حيطان؟ مين اللي هيموت؟ ومين اللي هياخد عزاء؟ ما فيش حد ياخد عزاء. لكن انت هخلي عيلة عمك ياخدوا عزاك. انا كده كده ميت. كده كده ميت يا ودي الجبالة. كان كل همي عايش مرتاح. لكن ده كاس والصعيدة كلهم بيشربوا منه.